ولتسليط الضوء أكثر على هذه المشاركة، يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف من نيويورك الدكتور زكريا أحمد الخاجة، نائب رئيس للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. بداية نرحب بك دكتور الخاجة في نشرة الثامنة، ونود في البداية أن نتعرف على مدى أهمية مشاركة مملكة البحرين في هذه الحلقة النقاشية. بداية نشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة. يعني في الحقيقة مشاركة مملكة البحرين في الحلقة النقاشية التي انعقدت بالتزامن مع مشاركة صورة مملكة البحرين في أعمال منتدى السياسة الرفيع المستوى المعني بالتنمية السياسية، يعني يعكس حقيقة الاهتمام الكبير لتوليه حكومة مملكة البحرين المقرة في توفير أشكال التعاون، كافة أشكال التعاون، وتعزيز العلاقات مع كافة الدول الصديقة والمنظمات الدولية، وطبعا أهمها منظمة الأمم المتحدة. يعني أتت مشاركتنا في حلقة تعزيز التعاون الرقمي لتأكيد ما عملت به ونفذت مملكة البحرين لتحقيق أهداف تنمية مستدامة ودعم تجربة مملكة البحرين في التحول الرقمي لهذا المبدأ. يعني التحول الرقمي في الحقيقة أتى ثماره بشكل كبير في دعم سلمكم الله تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خصوصا إذا رأينا جانبا موضوع الخطط الاستراتيجية الوطنية، ومن أهمها برنامج الحكومة عام 2023-2026 اللي تضمن مجموعة من السياسات والمبادرات الوطنية طبعا كانت داعمة لأهداف التنمية المستدامة، واللي تأكد على كفاءة الخدمات والجودة العالية من خلال الاستخدام الأمثل والأفضل للتطبيقات الإلكترونية والأنظمة الحكومية الداعمة لكل فئات المجتمع من الأفراد وقطاع الأعمال والزوار. وأبرزنا كذلك جهود مملكة البحرين في تعزيز شراكتنا مع القطاع الخاص في دعم عملية التحول الرقمي، وكيفية كانت عملية التحول الرقمي والتحول الإلكتروني داعم كبير في الإسراع في سلمكم الله أهداف التنمية المستدامة. نعم دكتور، حرصتم خلال مشاركتكم في الحلقة النقاشية على التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الرقمية وأيضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فما هي أبرز المحاور التي تطرقتم لها في هذا الجانب؟ بالفعل يعني خلال مشاركتنا في الحلقة النقاشية يعني وضحنا حرص حكومة مملكة البحرين على التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريك رئيسي في عملية التنمية. وطبعا ياتي هذا التعاون تنفيذ طبعا لبرنامج عمل الحكومه اللي اكد على رفع مستوى الخدمات الحكوميه من الكفاءه والجوده بالشراكه مع القطاع الخاص. وطبعا اجملنا كثير من الفوائد والمكتسبات يعني على هذا الصعيد، وخصوصا يعني ما يتعلق ب يعني خلق بيئه تنافسيه بين مقدمي الخدمات في القطاع الخاص، والاستفادة كذلك من خبرات القطاع الخاص في مجالات المتصلة بهذه الخدمات الحكومية. وكذلك أكدنا على أن هذا النوع من الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي بيعمل على تعزيز البيئة الاقتصادية، اللي طبعا بيعمل على جذب استثمارات وشركات ورؤوس أعمال يعني إلى مملكة البحرين، اللي من خلال تعمل على توفير هذه التسهيلات لهذه طبعا القطاع الخاص. واستعرضنا بعض التجارب الناجحه لمملكة البحرين مع القطاع الخاص في تقديم خصخصه بعض الخدمات على سبيل المثال مثال اسناد الحوادث المروريه للقطاع الخاص. كذلك عمليات التفتيش اللي تقوم فيها حكومه البحرين، وطبعا والعمل على ادخال القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات، الخدمات التعليميه، الخدمات المستشفيات الخاصه، الفحوصات الطبيه للعاملين الوافدين، واعطاء القطاع الخاص فرصه للدخول في هذه الخدمات، خدمات سلمكم الله التوثيق، وخدمات بعض خدمات العدل، يعني مجموعه من الخدمات اللي عملت مملكه البحرين، حكومه مملكه البحرين بتعزيز تعاونها مع القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات. نعم دكتور، أنتم استعرضتم أيضا في الحلقة النقاشية مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية التي وفرتها المملكة لدعم أهداف التنمية المستدامة، هل لك أن تطلعنا باختصار عن أبرز هذه المبادرات؟
في الحقيقة يعني مجموعة من المبادرات تم مناقشتها في الحلقات النقاشية وأعطيناهم يعني أمثلة ونماذج مملكة البحرين حققت فيها نتائج طيبة في هذا المجال اللي عملت على تنفيذ أهداف تأمين السلام. على سبيل ذلك عندنا القطاع التعليمي، وفقت مملكة البحرين التعليم عن بعد لطلبة المدارس، طلبة الجامعات، منصات تعليمية متكاملة بالمحتوى الرقمي، وبالتالي وصلت هذه المناهج وصلت يعني نوع التعليم عن طريق طبعا القنوات الإلكترونية. تكلمنا سلامكم الله على إعطاء الجمهور فرصة للاقتراحات أو الشكاوي وإعطاء وجهات نظرهم في الخدمات الحكومية عن طريق تطبيق تواصل. خدمات الصحية كذلك عملنا على تعزيز الخدمات الصحية من خلال التحول الرقمي وتقديم الخدمات الصحية من خلال تطبيق صحتي، وأكدنا على أهمية يعني مشاركة البحرين في تطوير طبعا الخدمات مع الأمم المتحدة وتنويعها، ومن ثم أعطاء القطاع الخاص الفرصة في تقديم هذه الخدمات. وأكدنا على استثمار مملكة البحرين في شبكة البيانات الحكومية والبنى التحتية اللي البحرين غطت ما يعادل 78% من شبكات الشركات الإنترنت وتوصيل خدمات الإنترنت بشكل سريع وسهل. والبحرين يعتبر من يعني أقل دول في المستوى المنطقة تفرض رسوم على خدمات الإنترنت ووصول خدمات الإنترنت في كل منطقة في مملكة البحرين. وهذا طبعا يعني كان بشكل بارز خلال الحوارات النقاشية، إلى جانب استعراض جهود مملكة البحرين الناجحة في مواجهة الجائحة من خلال اتخاذها يعني سلسلة من الإجراءات والمبادرات اللي ساهمت في الحد من آثار الجائحة، لا سيما طبعا المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. نعم، إذن الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.